مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سنيار. كلمه سنيار معروفه قبل ان سفينتين يمشون بالبحر كسيفتي، كامان مع بعض، يسايرون بعض، وتستخدم هالكلمه ايضا في البر. مع التطور التكنولوجي اللي موجود الحين صار في وسائل اتصال، قليل من الناس يطلعون سفينتين او طرادين او سيارتين. في جهات مختصه تدق عليهم تلفون باللاسلكي يجونك وين ما كنت، سواء كانوا خفر السواحل او مركز الانقاذ البحري في الاداره العامه للاطفاء. اليوم حلقتنا راح تكون في الاداره العامه للاطفاء في مركز الانقاذ البحري بالتحديد. راح نشوف شنو تجهيزاتهم، شنو امكانياتهم، شنو نقدر احنا نستفيد منهم، وشنو خدماتهم حق الشعب. تابعونا وان شاء الله راح تستمتعون ويانا وتستفيدون بهالحلقه الحلوه هذه. مثل ما تكلمنا اعزائي المشاهدين قبل شوي، احنا في مركز الانقاذ البحري في الاداره العامه للاطفاء وبالتحديد في مركز السالميه. احنا هني موجودين ويانا الملازم اول عيسى طارق المحفوظ. ملازم عيسى، يا ريت توضح للمشاهدين شنو الاشياء الموجوده هني او المركز هذا بشنو يحتوي بشكل عام. يحتوي المركز من اليات ويحتوي من زوار. اليات عندنا نفس ما شفتوا، عندنا وانيت الهدة يحتوي حق مثلا كيال او شغلة وانيت الهدة، يعني تطلعوا له من اليال على طول، نطلع له من طريق بري. وعندنا عندنا سيارة الغواصين، كنتعامل فيها نعبي سلندرات كشارع ولا شيء، نتعامل فيها نتعبي سلندرات الغواصين. وعندنا الزوارق نفس ما شفنا، عندنا منجد تبع المكافحة، وعندنا منقذ اثنين تبع الانقاذ، وعندنا الزوارق المحمولة، وعندنا الجيت بوت. زين، ما شاء الله الجاهزية اللي شفناها جاهزية حلوة، وخلال اعتقد يمكن حسبناها وقت دقيقتين وكم ثانية كذي الكل استعد هني. التدريبات، هل هذه نتيجة تدريبات صارت ولا شنو؟ هذه تدريبات اسبوعيين عندنا احنا، يتخذها المركز مثلا كل اسبوع نغير، مثلا يوم اسبوع تلقى مكافحة واسبوع مثلا غوص. انواع البلاغات اللي قاعدة تجيكم هني شنو انواعها؟ اكثر شيء اللي قايل لنا جثث او غرقان او حريق طراد، هذول اكثر البلاغات اللي تحوشنا. ما يخالف احنا قاعد ندش بموسم يمكن يصادف سرايات، يصادف هواء، في اشياء كثيره، يعني مرتادين البحر بعضهم يحتاجون انه يتاكدون من الاحوال الجويه. فنصيحتك وحسب خبرتك في هالمجال هذا حق المواطنين كلهم، في مواسم معينه يعني الناس تطلع فيها، مثلا عندك شهر 4 موسم سرايات، في ناس وايد تطلع بهالموسم، موسم وايد خطر، اتمنى انه يطلعون بعد هالموسم. السلامه بالزورق، لايف جاكيت، عندك حتى البنزين، وايد معدات الامن السلامه كلها، اللايف جاكيت ويا الطوق ويا صندوق الاسعافات الاوليه وكل شيء، حتى عندك بنزين زوارق. نطلع ترى على وايد زوارق ما فيها بنزين، هذا هم بعد ترى من السلامه،
يعني في بعد عندنا في جتات. عندكم وايد جتات؟ لا الجتات وايد يأذون بموسم الصيف. اوكي واعتقد عندكم انتم اصلا جتات. احنا عندنا الجت بوت اللي شفناه فوق هذا يعتبر الجت بوت. اما الجتات هم الاكثر شيء يعني تقريبا يأذون اللي الحوادث تصير لهم. اكثر شيء موسم الصيف هم حوادثهم اكثر. احنا ما شاء الله ملازم اول عيسى المحفوظ عرفنا منك مهام المركز الزوارق اللي موجوده واللي بعد شوي راح نطلع فيها مع الساده المشاهدين. تابعونا ان شاء الله وبنطلع وبنشوف تصوير حي مباشر لمهام الزوارق اللي موجوده ومهام الافراد ويا الرجال نسميهم رجال حماتنا احنا اصحاب البحر. تابع الحين دشينا بحر ما شاء الله ناخذه طلعنا بالمرسى بكل هدوء بالرغم من وجود هواء وندري ان الهواء يدز السفن حتى لو السفن كبيره يكون كل مقاومه اكبر واحنا موجودين عند ما ادري خراطيم ما ادري شو يسمونهم هنا هذا موصل مال هواء احنا نشوف اشارات هذه بسيارات المطافي ما ادري حتى هنا ما شاء الله شفنا اشارات هذه مجهزه اي صح بالسفن عندكم صح موجوده هذه حق هذه موصل حق الهوز اذا صار لا سمح الله حريق او شيء نوصل الهوز عليه زين الهوز هذا هوز الحريق عندكم هوازه هنا يعني؟ اي موجوده بالمخزن هنا اي اوكي ما شاء الله موجودة. اشوف اي وايد خراطيم عندكم هنا انا اشوف ثلاثه وهناك هم في بعد ثلاثه في ثلاثة جهه ثانيه اي نعم نوصل الهوز هنا حلو عندك هذا ينقال فك نوزل اوكي شو اسمه؟ فك نوزل فك نوزل ايه اوكي نركبه بنهايه الهوز ايوه زين ونشتغل بالحريق بالحادث طبعا هذا بس حق الحريق هذا حق الحريق الماي زين تستخدمونها طبعا اذا قربتوا يم الحريق ولا شنو؟ هو هني هذا حسب انه اخذه هو اللي يسوق هو اللي يوقف من الحريق بعيد عن حسب الهواء ايه هالسوالف يعني زين طبعا في تقنيه ثانيه اكبر من هذه حق الديلوج ما شاء الله انا حتى الاسامي شوي غريبه علي هم شغلهم وعارفين هالاسامي هذه عدل شنو وظيفه الديلوج هذه؟ الديلوج طال عمرك هذا اللنج يسحب ماء من البحر ايوه يوزع الديلوج والديلوج يطلع الماء اذا كان الحارث كبير كم ديلوج عندكم هنا؟ عندنا ثلاثه وين؟ واحد على اليمين واحد على اليسار واحد يكون بالصدر قدام اي زين وطبعا ناخذه هو يتحرك فيه يطفي يمين يطفي يسار اذا كان الحريق كبير زين اذا كان يعني نتكلم على مثلا بواخر لنجات اي شيء اي الطراريد الصغيره تحتاجون حسب الحريق شلون اذا كان كبير وكان صغير كان صغير يعني حسب امكانيه انك انت تقرب يمه كل ما قربت يمه تستخدم شنو الاسهل الاصغر الهوز زين هذولاك من وين تتحكمون فيهم تحكم فيهم من داخل وين ناخذ السوق أيوة. يم عندك كمبيوتر كل شيء جاهز يطق عنده يشغلهم تقدر تشغل ماي من داخل ايوه اي كلهم عادي زين ما شاء الله انا اشوف من التجهيزات اللي موجوده هنا عندكم مو بس هوازه وحق الحرايج ايه. انا شايف هناك ما ادري شايف في عندكم طراد صغير وعندكم جيك او ونش عندكم ما ادري تانكي ماي هذا ما ادري شنو لا هذا قصدك اللايف رافت لايف رافت يعني نروح نتعرف على اللايف رافت اكثر حياك تفضل ما شاء الله التانكي هذا انا ودي اخذه المخيم يعني انا شايفه يغري صراحه صغير حطه
ورا الخيمه كذي حق المسار السريع. شنو قصه التانكي هذا؟ هذا طال عمرك اسمه لايف رافت. لايف رافت. لايف رافت. اوكي، معناته شيء استنجاد، شيء فيه سيفتي. سيفتي حقك. سيفتي، مثل سيفتي، يعني مثلا اذا اللنج طبع او اذا وقف لا سمح الله يكون عندنا مثل هذا. شلون تبطل؟ تبطله من هني. حلو؟ وتدزه بالبحر. تمسك الحبل هذا. اوكي. وتطقه طقه مثل سحبه قويه. يتبطل عندك من شكل خيمه. تبطل خيمه، الخيمه تطفح فوق الماء. تطفح فوق الماء. اوكي. حق الافراد الموجودين. اها. في اكل وفي طبعا انت عندك صلاحيه، تاريخ صلاحيه. اوكي، يعني موجود. في اكل، يعني خلاص الحين اذا انا اطقه على طول بالبحر. اخيم واكل، واكل كل شيء. اطقه كل شيء. في انتهى صلاحيه قلت. في انتهى صلاحيه عندك 2014 يخلص 26. احنا نتكلم على يعني معناته ان هذا حق سلامتكم انتم كافراد الطاقم. احنا دائما قاعده نقولها دائما سلامه الطاقم وسلامه المنقذ قبل سلامه الاخرين عشان لا تصير اصابه ثانيه. صح، شيء اكيد. وهذا الشيء حتى القاعده هذه موجوده عندكم. صح، عندنا موجوده. بالقاعده البحريه. صح. اشوف بعد عندكم هني قارب ثاني وفي جيك. اي الونش. شنو سالفه القارب هذا؟ هذا طال عمرك محمول. محمول. محمول، اذا مثلا الحادث كان بين اليال واللنج. ايوه. واللنج ما يقدر يدش داخل صوب اليال، خاف يطبع ويصير في شيء. تمام. فننزل محمول. أيوة. يقدر يمشي. يقدر عمق شويه، يقدر يمشي فيه عادي. نزلته تصير عن طريق الونش او عن طريق الونش. اي عندك الحزمه هذيلي. أيوة. طقها بالونش. ايوه. وننزلها للبحر. نزل. ونروح لليال اذا كان حادث صوب اليال. زين يعني. انا من ساعه شفت المخزن عندكم حتى في حماله مالت الشخص المصاب او شيء. حماله صح. هذه هم عندكم اموركم جاهزه تطلعونها حق المصاب. حق المصاب. حق المصاب. ومواصفات الحمالة هذه اعتقد حتى فيها مستوية من تحت وفيها اجناب مريحة، لانها شغلة بحرية غير عن الحمالات. ايوه. الاسعاف العادية حتى فيها شيء، يعني حتى المصاب اذا انسدح. أيوة. يريحه، يعني ماكو شيء يعوره مثل البلاستيك او شيء. أيوة. يريح المصاب. تمام. أيوة. وفيها سيفتي تقدرون تربطون المصاب. أيوة. الحبال فوق. الحبال الحزمة. أيوة. حزامة تربطهم ثبت المصاب عشان لا سمح الله اذا عرت او شيء. أيوة. يكون ثابت المصاب مكانه. زين خلينا نشوف الحين مع الساده المشاهدين شنو في بعد داخل عندكم. ادوات المكافحه. ادوات المكافحه، السندرات والحماله والاغراض مال المكافحه. اها اوكي. انتم عندكم ادوات محموله، يعني محموله حق الدشون. ندش القوارب او السفن. تدشونها في الحريجه طبعا لما نطفي الحريجه. ايه؟ بس حسب الحادث شنو نوع الحادث. بس اهم شيء سلامتنا، يعني هذا اول شيء سلامتكم. يعني ايه؟ انتم تستخدمون ديلوج اساس ما غلط اسم الديلوجي فوق الديلوجي. تستخدمون الهوزات الهواز. بعد ما الهواز. الهواز بعد ما الحريجه تخف. تخف. بامكانكم تدشون داخل. نقدر ندش عشان يمكن لا سمح الله في مصاب في شيء. أه. احنا ما نشغل الممتلكات، يعني اول شيء لنا شغل فيها، بس اول شيء لنا شغل الارواح. الارواح. الارواح عندنا اهم شيء الممتلكات. نشوف اذا في احد داخل، ما في احد او واحد طاب بحر بينحاش او شيء. ننقذهم هذا اول شيء. ثاني شيء نطفي الحريجه ونشوف ممتلكات بس. حتى يعني السفينه هذه او اللنج. اللنج هذا مجهز تجهيزات كامله حتى من الافراد بلبسهم معداتهم كلها باسطوانات الغاز. اسطوانات الغاز. تدشون لداخل. اذا اعزائي المشاهدين تابعونا بعد للحين ما خلصنا بهاللنج هذا، بعد شوي راح تشوفون ان شاء الله لقطه حلوه منتظرينها احنا. زين بس بعد شوي تابعونا. وصلنا وياكم أعزائي المشاهدين مع فقرة التوعية ومع ضيفنا العزيز واللي موجود ويانا في كل حلقة، الأستاذ نبيل باشا مراقب التسجيل البحري وشؤون البحارة. أبو محمد، لا سمح الله صار حادث، وفي حوادث تصير بالبحر وبين فترة وفترة نسمع أنه صار حادث في المكان الفلاني. ممكن ساعات يمكن أعبر بالشارع وأشوف أنه طراد مضروب على جنب، ولا هل في قانون يخص حوادث القوارب؟ طبعا في القانون نفسه، القانون السفن الصغيرة، اللي هو إذا صار أي حادث يجينا طبعا بلاغ من وزارة الداخلية اللي هو التحقيقات إنه حصل حادث كذا كذا. بهالحالة نستلم إحنا البلاغ ونندب محقق بحري يقوم بالتحقيق
طبعا بعد معاينة السفن والأضرار يستدعي جميع يعني جميع ملاك السفن مثلا او اللي بقيادة السفن هذه، ويحقق معاهم طبعا في كل ما يخصه، ومن ثم يكتب تقريره ورفعه حق النيابة العامة اللي تحدد. يعني التحقيق يصير عندكم انتم؟ التحقيق طبعا بالإدارة البحرية. في محققين عندكم؟ طبعا في محققين مختصين يعني دارسين ومتمكنين من الأمور الحوادث البحرية هذه. فمثل ما قلت لك يعد تقريره ويحدد المخطئ ويحدد أسباب الحادث ويرفعه حق المحكمة اللي عقبها تحكم من خلال التقرير اللي يعده طبعا المحقق البحري. وطبعا مثل ما قلت لك التحقيق طبعا ياخذ مدى، ياخذ اجراءات طبعا اللي هو استدعاء من يعني استدعاء الاطراف كلها تكون موجوده. وهذا الشيء كله يصير عندكم طبعا، وبعدين كله بالاداره. وبعدين وفي تعاون بينكم وبين اداره التحقيقات مثلا طبعًا الداخليه؟ طبعا في مراسلات مع الخفر، مراسلات رسميه كلها مع الاداره العامه للتحقيقات، في مراسلات والتقارير ترفع لهم وترفع عن طريق النيابة. عقب ما نخلص التحقيق نحوله إلى التحقيقات، يحولونه إلى النيابة أساس قضية ويحكم القاضي يحكم فيها طبعا، اللي له حق ياخذ حقه والمخطئ يتحمل نتيجة خطأه. احنا ما ودنا يعني الحوادث هذه تصير، بس أبو محمد يمكن حسب خبرتك انت شنو كلمة توجهها حق الناس بهالموضوع هذا؟ طبعا الليتات بالليل، خاصه بالليل واوقات الضباب، هل الاوقات هذه ممكن تكثر فيها الحوادث؟ يا ريت مثل ما قلت لك يعني قانون واضح وقرارات وزاريه واضحه وسهله، يا ريت الكل يطلع عليها عشان يعرف مثل ما قلت لك شو اللي عليه شو اللي له. ومثل ما قلت لك تلتزم الناس بمعدات السلامه وبالاضواء الملاحيه اللي متواجده بالبحر واللي متواجده على السفينه، اساس مثل ما قلت لك لا شاف السفينه لا شاف. وفي بعضهم يعني في حوادث يعني نسيت اذكرها لك، في حوادث صارت بالنسبه حق الصيادين مع الاسف. صيادي عشان مثل ما تقول ينحاش من الثروه السمكيه او ينحاش من خفر السواحل، شو يسوي؟ يطفي الليتات، وتلقى لا شاف الدوريه حرك يبي ينحاش الصياد الثاني ويي مثل ما تقول يصعد على هذا ما يشوف ليتات، وبالليل ساعات تكون ضباب او شيء ماكو ليتات شابه، فاي يصعد ويصير حاله وفيات، تصير حاله يعني حوادث يعني وايد مؤسفه. يعني مع العلم ان الخفر اصلا عندهم رادارات تكشفهم من غير ليتات يعني. طبعا طبعا اي، بس مثل ما قلت لك مشكله التوعيه، يعني يا ريت مثل ما قلت لك اصحاب السفن بالذات حق الصيادين، اتحاد الصيادين يا ريت يوعي صيادينه ان ترى يا جماعه لا يعني لا تطفون الليتات، ديروا بالكم على الاشارات الملاحيه، ديروا بالكم كذا، وان شاء الله نكون عاد وفينا ان شاء الله بالنسبه حق الحوادث البحريه والمشاكل البحريه، ونتمنى السلامه حق الكل ان شاء الله. رجعنا وياكم اعزائي المشاهدين بعد الفاصل، واحنا الحين موجودين في غرفه القياده او غرفه التحكم في هالسفينه او اللنج. منجد ما شاء الله عليه لنج عود يحتاج نوخذه، والنوخذه يوسف الكهيم راح يشرح لنا شنو اللنج هذا، شلون قيادته. يعني انا لما اسوق يخت ولا طراد متعود على هالاحجام الصغيره زين، في سكان هني ما اشوف سكان اصلا، فشلون التحكم يمين يسار ولا هني مختلفه الطريقه. هني جويستيك نفس ما تقول جير صغير، هو مو جير المكاين، جير السكان، هو جير السكان حق الاتجاهات. اوكي عندك الاتجاه تقريبا ل 40 زاويه 40،
هذه تساعدك في انك انت تاخذ اتجاهات سواء يمين او يسار. نعم. انزين بالاضافه الى القرات، القرات تشوفهم نفس الطراريد العاديه. اي نفس الطراريد العاديه. اي في مكينتين يعني. اي وقيرين وعادي مناوره عاديه نفس اي طراد. زين انا اشوف انه حتى التحكم اللي موجود اللي برا في كله انسى اسمه انا، المضخه العوده شو اسمها؟ ديلوج. الديلوج. اي نعم. زين هذه هم تحكمها هني؟ اي تحكمها هني، تحكم فيها عن طريق الجويستيك الداخل مال المكافحه يكون. طبعا عندكم هني ثلاثه. اي نعم. زين في ثلاث تحكمات ولا تحكم واحد كلهم؟ لا لا كل واحد له تحكم. كل واحد له تحكم. اي في عندك ديلوج قدام ويمين ويسار. اه زين انا ما شاء الله اشوف اوكي متعودين على الصفطه بالطراريد الصغيره وهذه. اعتقد هني في شغله ثانيه او ميزه ثانيه عندكم، سمعت انه في بروانه قدام او شيء. اي عندنا الباو ثرستر. اي هي البروانه قدام حق نفس ما تقول اذا صار هواء او شيء يعني يقربك من رصيف احسن. يعني على الجنب يكون. على الجنب. اي نعم. زين موجود على الجنب ولا وين مكانه؟ بالصدر ولا ورا؟ لا مكانه بالصدر. بالصدر. اي نعم. لان يمكن اللي ورا احنا نسميه التفر عاده. اي نعم. زين التفر. المكاين تقدر تتحكم فيهم يمين يسار يوديك، بس الصدر صح. شوي يختلف. يختلف. اي نعم. عشان كذي احسن. صح احسن. زين احنا هني يعني غرفة التحكم ما شاء الله اشوف عدادات وايده وتجهيزات وايد شغل وايد شاشات عندكم ما شاء الله عليه. اي نعم. شنو شنو الاجهزه اللي موجوده هني غير التحكم بالمطار او الاجهزه الخاصه في المكافحه؟ عندك جهاز الجي بي اس والبلاد. عندك نفس الشيء بعد الرادار. وعندك اجهزه عندنا هذه الشاشه مال الحريق. مال الحريق؟ شنو أينا. الشاشه هذه مال الحريق؟ التحكم بالحريق يعني يعطيك اي وقت راح مثلا يطلع الديلوج راح يرش مايه و... اها اوكي التحكم يعني تبع الديلوج نفسه. اي نعم. زين انتم لاي قدم تقدرون تدشون؟ يعني تقريبا خلينا نقول تقريبي مثلا. يعني بصراحه كل مكان يعني جربنا يعني سواء صوب اليال ولا داخل بحر ولا ما يعني في ما في لانك يمكن تروح جزيره انت مثلا. اي طبعا ما تقرب يم الجزيره وايد، في عندكم القارب الصغير. صح. هذا صح مهيئ. اي نقدر نستخدمه ونقدر ساعات نقرب اذا تدري المايه فوق ولا نقدر نقرب اكثر. اكثر. إيه. نعم. اذا اعزائي المشاهدين كنا معاكم هني في القارب او السفينه منجد، تعرفنا فيه على مهامه والانقاذ البحري وطرق الانقاذ البحري في منجد سواء كانت مكافحه ولا انقاذ. الحمد لله الطاقم هني قادر على اداء المهام هذه كلها على اكفأ وجه. في قارب ثاني ان شاء الله راح نروح له الحين ونصور فيه ونشوف شنو مهامه. شفنا معاكم أعزائي المشاهدين اللقطة الحلوة والجميلة مع المضخات اللي اشتغلت وتغير عندنا الجو شوي، طق مطر وصار موي شوية، رجعنا هني قلنا نكمل الفقرة الأخيرة بالمرسى ومع مساعد ظفيري. أنت غواص وبنفس الوقت غواص وسوق زورق وكل شيء. ها هالزورق هذا يعني شايفه أوكي حجمه أصغر من منجد، شنو مهام الزورق هذا؟ هذا زورق انقاذ اصغر يصير من منجد، لان نحتاجه اكثر شيء بالانقاذ الزوارق العطلانه في البحر، نحتاجه في الغوص يكون اذا يانا بلاغ حادث مثلا غرق او شيء، تحرك فرقه بسياره فيها زورق محمول ويتحرك الزورق هذا على اساس اذا كانوا محتاجين حق الزورق او انه يبعد طراريد او يبعد اي شيء. زين انتم طبيعه البلاغات اللي تجيكم بخصوص كغوص كغواص انت، شنو طبيعة البلاغات اللي تستدعي الإدارة ان يستعينون بغواصين؟ والله حاليا الحمد لله ما في يعني بلاغات استدعينا فيها مثلا غواصين من برا او شيء، واحنا يعني حوادثنا يعني بسيطة دائما تكون على السيف والحمد لله يعني اغلبها نتعامل معاها. يعني كانتشال انتشال دائما انتشال الجثة يصير عن طريق ليال، دائما الغرق يصير أكثر حالة الغرق تصير
عن طريق اليال. حتى عن طريق اليال تستعينون بغواصين البحث او هل... إيه نستعينهم من المركز هني، تطلع فرقه من هني وتطلع فرقه، اذا طالت مثلا مده الغوص يطلعون فرقه يريحون، تنزل فرقه غيرهم لغايه ما نحصل ما شاء الله. انا شايف هني بعد وايد غواصين، يعني يمكن انا شايف حتى المكان مجهز بكمبرسر غوص وعندكم سندرات ومعدات كامله في الغوص. لازم يكون هذه الاشياء موجوده متوفره عندك، لان انت اذا خلص الهواء اللي عندك موجود في السلندر تحتاج تعبيه، فلازم تجهز عندك غرفه سندرات، تكون السندرات معبيه وخالصه، كل اغراضك هذه موجوده لازم. طبعا اذا اعزائي المشاهدين الجو برد وانا بردان والمخرج قاعد هناك ومتدفي زين، بس كانت حلقه حلوه واستانسنا فيها، واكيد انتم استانستوا واستفدتوا من هالحلقه والمعلومات الحلوه. نشوفكم على خير في الحلقه الجايه، تابعونا الاسبوع الجاي، مع السلامه.